موجز الأخبار من المحور، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد بمدينة نيودلهي. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيقة. ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي. كما سيؤكد الرئيس السيسي ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دور صندوق قادرون باختلاف على تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم والعمل على إتاحة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات. جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار الاجتماع إلى أنه تم إعداد قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، يتضمن تنظيم أوجه صرف موارد الصندوق وتحديد اختصاصات مجلس إدارته، بحيث يتولى رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الصادرة. تتواصل فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 الذي تستمر فعاليته حتى 14 من سبتمبر بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. استمرت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، كما تم تنفيذ التدريب صف 09 لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة. كما تم استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب. وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع لمراكز القيادة المشترك CBX الذي تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع واتخاذ القرار، فضلا عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية. كما تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة STX التي تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة
ومجابهة العبوات الناسفة. والإسعافات الأولية. كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبي وتنفيذ عملية إخلاء طبي جوي بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية. وتنفيذ عدد من المحاضرات في مجال الأمن السيبراني. ونفذت القوات البحرية عدداً من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة، تضمنت عدداً من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار. كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو، فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة. التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الأمين العام ورئيس قطاع الصحة بمؤسسة إن الإيطالية فيليبو أوبرتي لمناقشة سبل التعاون المشترك ومتابعة المواقف التنفيذية لاتفاقية التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع مناقشة ما تم التوصل إليه ضمن الاتفاقية بين الوزارة وشركة إن الخاصة بإنشاء وتجهيز وحدة الحروق بمستشفى السلام الدولية في محافظة بورسعيد للكبار، كما تمت مناقشة مقترح تجهيز مركز متكامل للحروق بمستشفى شبين القناطر في محافظة القليوبية بما يضمن تعزيز القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. يواجه منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في 7 اليوم نظيره الإثيوبي على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات البطولة القارية بكوت ديفوار مطلع العام القادم. يدخل منتخب مصر المواجهة بعد حسم التأهل رسميا للنهائيات بعد تصدر المجموعة، لكنها تعتبر مباراة مهمة لتجهيز اللاعبين للمباراة الودية يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب تونس، وذلك في إطار معسكر مغلق للمنتخب الوطني تعدادا للبطولة.